السلام عليكم. دلوقتي اللي انا شغال لقيت ملفين وعايز ابدا اعمل مقارنه بينهم عشان اعرف ايه الفروقات. تمام، فهعمل ابند الملف الثاني. ده اسمه اوبن. اقول له اوبن، يبقى انا عندي الملفين موجودين هنا المفروض انهم فوق بعض فمش باينين، وتروح عامل سيلكت للاتنين. وبعد كده هتلاقي فيهم كومبير بدأت تظهر معاك وتفعل. في الاول هي مش متفعلة، لما تعلم على واحد بس مبيفعلش، لما تعلم على الاتنين تقول له كومبير بيبدأ يقول له بقى ايه فايند ديفرنت. ان ايه الحاجة المهمة بالنسبة لك؟ لو في فرق في الاسم، ولا في فرق في الخصائص، ولا في فرق في الباص، ولا في فرق في الجيومتري، تبدأ تتعلم على الحاجات اللي هي بالنسبة لك مهمة. تمام، والنتيجة تبقى عاملة ازاي. سيف از سيلكشن ست، سيف از اتش ديفرنت از ست، علم عليهم كلهم. تمام، وتقول له اوكي. هو يبدأ يعمل مقارنة ويجيب لك ده بلون وده بلون. بالشكل دوت. وهتيجي هنا كده بقى تعمل سيلكت مثلا هنا، ممكن تقول له ايتم تول، وتبدأ تشوف بقية الحاجات عايز تتحكم في اللون بتاعها، الشفافية بتاعتها قد ايه وهكذا.